السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم بغيت نشكر المتتبعات والمتتبعين ديالي والناس اللي شاركوا في القناه ديالي. بغيت نقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا وشكرا على الدعم ديالكم بزاف بزاف ولهلا يخطيكم. واليوم غادي ندوزوا لوصفه اليوم، هما حريشات مالحين بحشوه رائعه. كنتمنى انكم تجربوهم وان شاء الله غادي ينالوا الرضا ديالكم. المهم ما نطولش عليكم، ندوز المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. نبداو في المكونات ديال هاد الحريشات مالحين. عندنا الماء دافي باش نجمعوا فيه هاد المكونات. هنا عندي 750 غرام ديال السميده رقيقه، هنا عندي جوج خمارات من وزن 8 غرام، هنا كما كتشوفوا واحد البصله مشلضه كبيره. غادي نشحرها مع الملح والابزار وشويه الزيت. هنا كما كتشوفوا عندي واحد الكاس مخلط ما بين زيت المائده وزيت الزيتون. هنا عندي زيتون اسود مقطع، كان عندي انا صينو حيت لي النواه ديالو قطعته. ممكن نتوما تستعملوه يعني دوائر جاهز، يعني دوائر. هنا عندي 50 غرام ديال الفرماج احمر محكوك. هنا عندي شويه الهريسه، انا غنستعمل غير شويه. هنا عندي حك ديال الطون، وهنا عندي سميده رقيقه غادي نستعملها في الاخير. هنا كما كتشوفوا صوص الصوجة غادي نستعملو حتى هو. ندوزو باش ان شاء الله نسوطيو هاد البصله في شويه الزيت مع الملح والابزار. بقاو معنا ما تمشيو فين حتى لاخر الفيديو ان شاء الله. هنا غادي نضيف واحد شويه زيت الزيتون او زيت المائده لكم الاختيار. غادي نضع البصل، غادي نحط ملعقه قليله غادي نضيف واحد شويه الابزار، وشويه نضيف شويه الملح. غادي نحرك هاد البكاكه التكليه. صافي هنا ملي تحرات ليا البصله، هنا غادي نضيف واحد جوج معالق ديال الصوجة. صافي وغادي نمشيو عليها النار خاصها تبرد باش نخلطوها مع باقي المكونات. ان شاء الله نبداو في طريقة التحضير. هنا غادي ناخدو السميدة، غادي نبسبسها بهاد كأس الزيت المخلط ما بين زيت المائدة وزيت الزيتون كما كتشوفوا معايا. باش السميدة مني الحرشة، عفوا باش الحرشة مني تطيب لينا تجي ما معجناش، يعني تجي حبة ديال الرينين. نضيف البصل، نضيف هاد الحك ديال الطون،
نضيف هاد الزيتون الاسود قطع، ونضيف شويه الهريسه، المهم على حسب. هنا غادي نغرب هاد الخميره، خاص ضروري ما نغربلوها حيت بعض المرات كتكون بارده، ولا ضفناها مع المكونات كتبقى ملي كطيب كتبقى باينه، لهذا ضروري خاصنا نغربلوها. صافي حركوا المكونات، صافي. دابا غادي نزيدو الماء ونضيفو لهاد المكونات ديال هاد الحريشات ديالنا. هنا غادي نضيفو الماء دافي باش نجمعو هاد الحريشات ديالنا، المهم مازال خاصها الماء. تجمع لينا هاد المكونات، ما خصناش نجريوها بزاف باش ما تعجنش لينا هاد الحريشات ديالنا. صافي نشوفوها صافي، هيا يعني في واحد السيركل باش تاخذ لينا الحجم ديال الحريشات الصغار. بقاو معنا ما تمشيو فيه حتى نشوفوا الطريقه ديال يعني ديال هاد الحريشات كيفاش غادي نخدموهم ان شاء الله. يلا داك الحك انا نخدم لكم الطريقه كيفاش بهاد الحك، يعني هاد الغلاقه اللي عندي شويه صغيره. حركة كما كتشوفوا كنرش الوجه ديالها بشويه هذا شويه السميده كما كتشوفوا، هيا الطريقه ديال هاد الحريشات كيفاش كيتصايبوا. كناخذ واحد يعني واحد القياس وكنوضعوه، يعني ما نحاولوش نعمرو هاد لي سيركل حتى الفوق، يعني خاصني يجيونا ماشي غلاط بزاف وماشي تاني رقاق بزاف، ونبقاو نضغطو عليهم بحال هكا تياخدو لنا الشكل ديال هاد القالب هذا، وكندردروه لنا بشويه السميده دقيقه، ونقادو الجوانب ونزيدو من الوجه ديالهم شويه السميده رقيقه كما كتشوفوا. نعاود معكم واحده اخرى، ديما كنرشوا الوسط السميده رقيقه، المهم نضغط مزيان تياخذ ليا الشكل ديال القالب اللي عندي. نتوما ممكن ديروا هذيك الغلاقه ديال النيتيلا
كما كتشوفوا صافي، وكنهزها بحال هكا ونحطها. الى بانت ليا كنقاداش كنقادها، هنا كما كتشوفوا حصلت على 18 وحده وربعة صغار، يعني في المجموع هي 20 وحده. مهم نتوما على حسب السمك اللي خدمتو به، ولكن من الاحسن ما تخليو يعني ما تعمروهمش حتى الاخر ديال القالب، يعني ناقص واحد شويه. مهم هنا سخنت المقله، غادي ندوز نطيبهم. بقاو معايا ما تمشيو فين حتى الاخر الفيديو ونشوفوهم ان شاء الله. دابا في اثناء الطهي ديالهم كتشوفوا خاصهم تيشدو من الاسفل ديالهم، عاد باش نقلبوهم. كما كتشوفوا غادي هذه قلبتها على الوجه ديالها، وهنايا كما كتشوفوا غادي نقلب اللي حطيتهم في الاول هو اللي كنبدا بهم. مره انقاد لكن البوطه يعني سخون عليكم بزاف، نقصوا غير واحد شويه باش ما يخفوش ليكم. المهم اللي بانت ليا خاصها تتهز، نحاول يعني نهزها، اللي بقات باقا ما بغاتش تهز ليا كنخليها حتى كتشد من التحت. كما كتشوفوا معايا بحال هكا انا دايره هاد، كملوا في التقلاب ديالهم. كما كتشوفوا ندوزو نشوفوهم في طبق التقديم. ندوزو لطبق التقديم، كما كتشوفوا معايا هاد الحريشات بعد ما طابوا يعني جاو محمرين، والمذاق ديالهم رائع، وجو في المنظر ديالهم كما كتشوفوا معايا زوينين بزاف بهاد الزيتون اللي مقطع. يعني الطريقه ديال الاحتفاظ ديال هاد الحريشات ممكن تحتفظوا بهم في المجمد، يعني تاخذوا واحد البواطه وتفرشوا لها بابي سيلفريزي وتحطوا هاد الحريشات طبقه اولى، وديروا ثاني بابي سيلفريزي وتحطوا الطبقه الثانيه. مهم وتحطوهم في المجمد الى حين الاستعمال ديالهم. مهم ملي كتبغيو تجبدوهم يعني كتخرجوهم كيديكونجلاو يعني تحيد منهم البروده، ومن بعد كتسخنوهم. كتحتاجوهم في الكوتي، كتحتاجوهم في الفطور الى جاو عندكم الضيفان، يعني كتلقاوهم واجدين، يعني كيبقى لكم غير التسخين ديالهم. مهم نتمنى هذا الفيديو ديال نهار اليوم ينال الاستحسان ديالكم، ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش دعموني وديروا لي لايك فضلا وليس امرا مني، وتشتركوا في القناه بالضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، واللي باقي ما شاركش يشارك. خليت لكم من الراحه مع فيديو اخر ان شاء الله، والى اللقاء.